السلام عليكم ورحمة الله. هذه تقريبا أكبر خلية نحل طبيعية.噔噔噔，掰开看看，慢一点，快点快点，掰开，撕开，爽不爽啊？哇塞，不要浪费了，赶紧掰几个，掰几个，这个土地是。لاحظ هنا الخلية فين؟ شوف كبرها ما شاء الله. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون باين هذا عسل جبلي طبيعي. ماما لاحظ النحل هذا كيف شكله، يعني غريب عن اللي نعرفه احنا. السلام عليكم ورحمة الله.